يجب اتخاذه ضده، واللي وزارة الداخلية تحركت بالفعل على مدار الأيام الماضية وضبطت كميات من هذه السلع المخبأة أو المخفاة بغرض تعظيم المكسب خلال الفترة الماضية. نحن نحذر كحكومة، هذا الإجراء مجرم، وأي كميات تحجب عن النزول للأسواق سيتم مصادرتها. نيجي لنقطة العيش السياحي وليه زاد. طبعا شعبة المخابز قالت ان احنا لما رحنا نشتري الدقيق اللي كنا بنشتريه مش عارف 8 او 9 آلاف بقى ب 10 و 12 وزادت الاسعار. فبناء عليه اضطررنا ان احنا نزود سعر العيش السياحي، الخبز السياحي، علشان نعرف نستمر في الانتاج. طيب السؤال دلوقتي، هل إن شاء الله لما الأمور ستعود إلى نصابها ويعود سعر الدقيق مجددا للسعر اللي كان سائد قبل الأزمة، هل سيعود هيرجع بجنيه سياحي للسعر السابق؟ هذا سؤال، ويجب أن يكون لدى شعبة المخابز رد على هذا. في النهاية الخبز السياحي ده يعني سلعة حرة لا تخضع لسعر استرشادي حاليا ولا تخضع لتسعيرة جبرية، وبيحددها قوى العرض والطلب. لكن طالما الأمر وصل لهذه المرحلة، لا يبقى ممكن بقى يعني يجب أن نفكر في وضع آلية للتحكم في ذلك ولتنظيم ذلك. ما بنقولش أن المخابز يعني تنتج بخسارة، لكن أيضا عندما تعود الأسعار، أسعار القمح وأسعار الدقيق اللي سبق عهدها، يجب أن يكون هناك نقطة توازن. يعني المواطن اللي هو تحملك واشترى السعر بالسعر الجديد نتيجة إن أنت معترفين إن أنت تكاليفك زاد نتيجة إن الدقيق زاد، لكن لما الدقيق يرجع للسعر المعتاد، لا، من حق المواطن برضو إن هو أن يراعى في ذلك. حاجة كده شبيهة بأسعار البنزين. إحنا مش في مراحل معينة لجنة التسعير التلقائي بتجتمع وبتعلن إما زيادة السعر أو تقليص السعر، تقليل السعر. نعم. طب هي بتقلل السعر وبتزيده بناء على إيه؟ بناء على تكاليف الإنتاج الفعلية. وعلشان تحقق الصالح العام، لا المستهلك يدار ويشتري البنزين بسعر غالي وهو سعره في عالميا منخفض، ولا العكس إن هو يشتري بسعر منخفض وفي الحالة دي الدولة تدار لأنها دفعت تكاليف مؤمن كبير. آلية مثل هذه يجب أن تحكم بعض السلع، مش بقول كل السلع طبعا، لكن بعض السلع الاستراتيجية المهمة زي الخبز الحر مثلا، ممكن يعني هيكون من المفيد تفكير في آليات تحكم ذلك. هل دار كلام في هذا الإطار النهاردة في الاجتماع النهاردة، الآلية اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ يعني كان في مقترحات، لكن خلينا ما نسبقش الأحداث. في النهاية في اجتماع لمجلس الوزراء، الحكومة هتجتمع هذا الأسبوع اجتماعها الأسبوعي، وحنناقش بقى بشكل موسع أكبر من حتى من النقاشات اليوم كل الجوانب المتعلقة بالأزمة. هيكون في آراء أكتر، لأن يعني المجلس الوزراء بكامل هيئته سيكون حاضرا، وكل هذه النقاشات وكل هذه الموضوعات والمقترحات ستطرح، وفي النهاية سنختار من البدائل ما يحقق صالح المواطن. وفي نفس الوقت لا نفتئت على لا تاجر ولا مخبز ولا أي حد بيقدم السلعة، لأن زي ما قلت لحضرتك مش من مصلحتنا أن احنا نضرهم، من مصلحتنا أن الجميع يحقق مكسب. لكن عن أي مكسب نتحدث؟ عن مكسب معقول، مكسب يراعي يعني حتى أخلاقيات العمل التجاري والاقتصادي، ويراعي الظرف الطارئ اللي العالم كله بيعيشه. لا، النهارده سعاده السفير نادر، الناس بتقول انه حضرتك بنتكلم على السوق الحر والعرض والطلب، ولكن ما تسيبنيش لحضراتكم كحكومه، ما تسيبونيش لهذه الامور، ما تسيبنيش لحد يقعد يبيع ويشتري فيها، ما تسيبنيش للناس اللي بيكونوا ثروات على حسابنا، ما تسيبنيش. انا حتى لو انا بتكلم على تاجر، ولكن اي تاجر لحضرتك انا بتكلم عليه، التاجر اللي خزن واتمسك عنده عشرات الاطنان من الدقيق او عشرات الاطنان من الرز وغيره مخزنهم عشان يستغل الظرف ويزود وهكذا، ولا بتكلم على التاجر اللي هو بيحقق هامش ربح بسيط وما تاجرش بالناس؟ هناك فارق ما بين اللي بيتاجر بالناس وخزن، والتاجر اللي هو لم يتاجر، بالعكس تعامل مع الناس وخد مكسب او هامش ربح بسيط جدا. خلينا اقول لحضرتك الحمد لله ان الغالبيه العظمى من التجار بيهتموا
للفئه الحميده اللي هم الناس اللي هي بتسعى فعلا نعم. وبتراعي اخلاقياتها وبتراعي ربنا في يعني اداء عملها. حتى النهارده في اجتماعنا مع ممثلي الغرف التجاريه الناس ابدوا اكبر قدر ممكن من التجاوب ومن غيرهم على فكره الحكومه يعني لن تنجح في النهايه، احنا محتاجين هؤلاء محتاجين